ربيع الحب، كلمات الشاعر الكبير إدريس جماع الحان وغناء سيد خليفة، وتابعنا الإبداع من منتصر سيد خليفة، وتحت الهواء الإبداع أكثر من التفاعل من معتصم. نعم نعم، كنت متفاعل جدا مع الأغنية. أنا ولا أنت؟ الاثنين. حقيقي يعني يمكن سيد خليفة واحد من الفنانين العظام اللي قدموا يا حسام، غنى بالفصحى وغنى بالدارجة، وواحد من الفنانين اللي نشأ في وقت الحياة كانت حلوة، يعني ما عشنا احنا يمكن في الثلاثينات، هو ولد الاربعينات الخمسينات الستينات السبعينات لغاية منتصف الثمانينات ولغاية 89. صحيح، يعني الحياة كانت من رغدة وحلوة، من الرواد في الأغنية الحديثة يمكن. نعم. دخل الإذاعة السودانية وبعد ذلك قدم الحفلات وقدم الأعمال الجميلة. نعم، وغنى برضه العدد الكبير جدا من الشعراء. تميز في إنه يغني الفصحى. نعم، إذا الفصحى غنى لعلي شبيكة وغنى لفنان، غنى لكثير، تجاني يوسف بشير، يصح، كثير من الشعراء. وبعدين ما تنسى حسام إنه سيد خليفة عليه الرحمة يعني ظهر في المسلسلات الأفلام المصرية، يعني كان عنده علاقات قوية جدا مع القاهرة، يعني خاصة إنه المسرح زمان كان عنده دور كبير وعظيم. سيد خليفة واحد من الفنانين اللي كان متعدد المواهب، يعني الآن أنت لما تتكلم عن السودان الناس بتكون في ذهنهم أغنية ممكن تذكرها سيد خليفة. أكيد، المامبو السوداني. المامبو السوداني. نعم، وإزيكم برضه. وإزيكم، كيفينكم؟ كيفينكم؟ اتغنت. نعم، كثير جدا، في كثير جدا من الجاليات برا بيرددوا الاغاني دي مع مواطنين الدول الخارجيه. نعم، بنشوفها كثير من الفيديوهات. ابو السيد يمكن واحد من الالغاب لفناننا سيد خليفه، ونعرف انه دائما بيحب الاطفال بكريا معتصم، على طول قويه جدا، دائما تلقاه يلعب معاهم. مو انسان. وبعدين المنطقه النشا فيها ذاتها منطقه يعني فيها الناس طبيعتهم حلوه جميله. وزي ما قلت لك قبل شويه شاهدنا ابنه منتصر بيغني له واحده من الاغنيات الجميله، وان شاء الله من خلال هذه الحلقه حنتكلم عنه اكثر. لكن قبل ما نمشي ونتكلم عن سيد خليفه اكثر، يعني نشوف يعني نحن قبل شويه تكلمنا العلاقات الاجتماعيه كان عندها دور، كل ما الناس كانت مترابطه ومتشابكه الابداع الانسان بيبدع، الناحيه النفسيه عندها تاثير كبير جدا على الابداع، يعني كل ما كانت الناحيه النفسيه مرتفعه كل ما كان الانسان مبدع، والناحيه النفسيه بتدخل فيها كثير من الاشياء. يعني انت عشان نفسياتك تكون عاريه محتاج معينات كثيره جدا، حنشوفها لقدام. لكن لازم نمشي ونشوف نمسك واحد ضيفنا نتكلم. نعم، على السلم مثلا. السلم. مع ضيفنا. نعم، ممكن يكون مهم برضه. نعم نعم نعم، معنا دكتور وهيب ابراهيم هارون، هو ناظر ومستشار في العمل الطوعي. دكتور نحن بنرحب بك في البدايه وسعداء انك تكون معنا، وانا شايفك برضه حسام قبل قال انا استمتعت بالفنان سيد خليفة، برضه استمتعت شايفك يعني حتى يعني نحن نتكلم كنت مستمتع بانه نحن نتكلم عن سيد خليفة. اهلا ومرحبا بك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم الاخوه الكرام، ومرحب بالاخوه والاخوات المشاهدين. نعم، طبعا الاستاذ المرحوم سيد خليفة كان علم في راسه نار. نعم، وهو الذي خدم الأغنية السودانية في كل المحافل العربية والعالمية. نعم، وفي هذا اليوم يعني نتمنى له الرحمة. آمين. نعم، وأيضا يعني كان سفير. سفير ولكل سفير. صح، في كل الدول. يعني إزيكم؟ كيفينكم؟ كيفينكم؟ لي زمان والبامبو السوداني. فدي كلها أشياء. نعم، يعني علقت في ذهن المواطن العربي والافريقي حتى. سليم، كلام سليم فعلا. انت علاقتك شنو بالفن؟ انا علاقتي بالفن، انا اول سوداني يمثل في اوروبا. يمثل تمثيل افلام في اوروبا، ودي يعني انت استنطقتها مني. نعم، يعني في وقت انا ما تابعتها وشاهدتها. نعم، يعني قبل احنا ما نخش على الهواء شايفك يعني انت متفاعل ومتحرك، ف عشان كده كان سؤالي مسألت يعني ممثل شنو يعني يا ريت. نعم نعم، في تركيا في اسطنبول مثلت دور مع الفنانة الأولى في تركيا الموجودة الآن اللي هي اسمها حليا أوشار. نعم، فكان فيلم مجتمعي. وفي فيلم آخر برضو مع الفنانة الثانية في المقام الأول اسمها سيبيل جان، ده كان بيتحدث عن الحرب ضد المخدرات وانحراف الشباب في هذه الأشياء القبيحة. الفيلم ما رومانسي؟ في
في وجود من الرومانسيه اللي هو في الـ 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 اللي هي القصه التقليديه ما بين الفقير والغني والحب بينتهي في النهايه بكارثه. الحب الاول. نعم. طيب من خلال احتكاكك بالفنانين في اوروبا بصوره عامه وفي تركيا بصوره نعم. بصوره خاصه، شنو مشاهداتك؟ شنو كنت شايف انه بيميزهم عنا من خلال انت موجود معهم، من خلال انت بتمثل معهم؟ نعم، هو طبعا يعني دائما الفن هو مراه المجتمع. اكيد. فدائما اذا كان الفن في الاخراج وفي الاعداد وحتى في التقنيه وفي التصوير والموسيقى التصويريه الى اخره، اذا كان من واقع المجتمع زي ما نحن بنشوف في الافلام الهنديه وغيره فبيكون مقبول، وفي نفس الوقت انت بترسل رساله واضحه. ونحن نتمنى انه يعني الفن السوداني والسينما السودانيه لا تتوقف كما توقفت من قبل 20 عاما. اذا اردت ان تنظر الى امه تنظر الى فنونها. نعم نعم. ده كلام ده كلام جميل. يعني انت تكلمت الان عن الفن. الفن ده نربطه بالسلم. يعني شويه تكلم لنا عن السلم، احنا الليله يعني موضوعنا يمكن السلم الاهلي. مفهوم الجمله دي شنو لما نقول سلم اهلي؟ نعم، التعايش المجتمعي هو اساس نهضه الشعوب وتفاهمها وتقدمها. نعم. واذا تحدثنا عن التعايش السلمي، كلمه عيش يعني احنا عندنا في المفهوم الدارجي السوداني والله نحن عيش وملح، اكلنا عيش وملح. نعم. العيش هو الحياه. ولذلك لابد من تحقيق السلم المجتمعي في المجتمعات المختلفة، سواء كانت في منطقة معينة، مدينة أو قرية أو ما بين الدول. والتعايش السلمي ما بين الدول يعرف بالتعايش السياسي الآن. نعم. والتعايش السلمي طبعا عنده قواعد أساسية اللي هو أول حاجة العدالة والسلم والتسامح، وهذه الأشياء هي صفات إنسانية. نعم. هذه الصفات الإنسانية إذا تجمعت بنخلق مجتمع متسالم متصالح مع نفسه. ولا ننسى دور الفرد، الفرد برضو عليه دور اللي هو لابد أنه يكون قنوع، يكون مشارك حتى في بعض القضايا اللي بتحتاج لبعض المال في قضايا الديات والقضايا الأخرى، فلا بد يعني من إيفاءه بالضرائب أو الزكاة أو الهبات. فالسلم المجتمعي وفي السودان الآن نحن محتاجين احتياج كبير جدا وبالذات في هذه الظروف. فبنشوف في مشاكل كثيرة مثلا حصلت، يعني ممكن أضرب بعض الأمثلة إذا ما تداركناها حتحصل مشاكل. يعني عندنا قرية اسمها حيواء دية في ولاية سنار، يعني حصل قتل ونجد أنه القاتل من الطرف الثاني ما زال يعني الناس بيشاهدوه والجهات المعنية لم تقم بالقبض عليه. نعم. فدي يعني ممكن تعمل مشاكل كثيرة. نعم. في عندنا مثلا في القضارف مثلا في مشكلة كبيرة جدا، يعني حصل فيها قتل وحصل فيها، وفي شباب معتقلين أكثر من 100 شاب لهم أكثر من سنة لم يحالوا إلى القضاء ولم ينظر في أمرهم. فهذه القضايا قضايا مهمة، لابد على الجهات المسؤولة المعنية سواء كانت السيادية أو التنفيذية أو القضائية لابد من الالتفات لها. نحن دائما عندنا يعني بنتفاعل مع الحدث أثناءه، لابد التعامل مع الحدث ما مرحلة ما قبل الحدث وأثناء الحدث وما بعد الحدث. ما ننتظر زي ما نحن بنقول بالداري لما الفاس تقع في الرأس. جميل. ويعني السلم المجتمعي بالذات أنا مهتم بالقضيتين ديل، القضية بتاعت اللي هو حيواء دية لأنه الشباب الآن كلهم متذمرين. وفي القضية الأخرى برضو ممكن تحصل فجأة مشاكل زي انفجار. ما انفجار. نعم. زي في بورسودان. نعم. وعقدت بعض الصلح لكن الجهات التنفيذية حينها يعني فرضت أمر واقع على الناس. الكلام ده له سنة تقريبا وما زال. له أصلا عنده جذور قديمة؟ ما هي الجذور لما نحن عارفين انه دائما المشاكل بتاعت التعايش السلمي بتبدا ما بين الرعاة والمزارعين. ففي حمراء بدات انه الرعاة احتلوا مناطق المزارعين وجلسوا فيها. يعني قضيه واضحه هي،
وفي القضية الأخرى أنه يعني الجهات التنفيذية حينها لم تتخذ القرار السليم وفرضت أشياء ولم يعني تستشير الجهات المعنية حتى أولياء الدم وغيره، فلا بد من نظرة فاحصة. الكلام ده يشمل كل السودان، فنحن عندنا قضايا لا بد من الالتفات لها، يعني نهجر السياسة شوية ونلتفت إلى التعايش السلمي. طيب التعايش السلمي أو السلم الأهلي مهما كان المصطلح، إذا عايزين نتكلم عن مقوماته شنو هي؟ زي ما قلت أنا قبل شوية، المقومات الأساسية هي العدالة والسلام والتسامح. التسامح بمعنى أنك أنت تكون راضي وتقبل الرأي الآخر سواء كان عقدي أو كان اجتماعي، ودي مسألة مهمة جدا حتى فيما بين الأفراد اللي مختلفين في الأديان، سواء كان أنت مسلم أو مسيحي أو حتى ما عندك دين، لا بد من القبول بالآخر، لأنه يعني الله سبحانه وتعالى خلق الناس مختلفين ولذلك خلقهم، فلا بد من التعايش، والتعايش هو أساس الحضارة. يعني نكون شعوب وقبائل تعارفوا. نعم، يعني بنجد كل الحضارات نشأت في مناطق الأنهار. ليه؟ لأن كل الناس جاءت وجلست في هذه المدن، كونت مدن وكونت أول حضارات إنسانية كما عندنا في النيل وفي البجراوية وكل المناطق المعروفة. السودان هو أرض الحضارة، وعلينا أن نبرز هذا الجانب بالتعايش السلمي، ولا بد من دور للإعلام. الإعلام طبعا مهم جدا جدا، والتعليم، أنه يعني حتى الأطفال القائمين ديل نوريهم أنه أنتم مستقبل هذا البلد بالتعايش السلمي، بالاتفاق، بالعلم وبالاجتهاد. طيب يا دكتورنا، هذا سؤال مهم جدا. أنت تكلمت عن التعايش السلمي، يعني أنا عشان أهيئ الطفل لابد الطفل ذاته يكون متوازن. يعني تكلمنا عن الفن، عن المسرح، عن الرياضة، ما بتفتكر أنه الحاجات دي إغفالها برضو ساهم في التزمت وساهم في الناس متوترة مع الفلس الحاصل؟ مع ده كله ما بيخلق لنا يعني إنسان يعني لو هبشته بس كده ممكن يفجر. نعم، الجسم العقل السليم في الجسم السليم. نعم، ونحن لما كنا أطفال في الابتدائي وغيره وحتى في الثانوي، يعني مثال بين قوسين، أنا كنت بطل الغفز بالزانة في الدورة المدرسية. ده في الابتدائي، ده في الثانوي. في الابتدائي يعني كان عندنا يا سلام الجمباز. يعني الجمباز نحن كنا بنلعب الجمباز، وطبعا نحن من ابناء ام درمان، ساحة الربيع. نعم، الربيع اللي هو كنت من المدرسة نعم من المدرسة بيطلعوكم تمشوا تلعبوا. نعم، وكانت حاجة جميلة جدا. يعني انا اذكر اول يوم في المدرسة جينا الفصل، قعدنا ومربعين أيدينا، جاء الأستاذ شاف حالتنا مزرية، قال لنا شايفين الرملة البرة دي، يا سلام، تحت الشجرة دي، الفيض الظل الظريف دي، أمشوا ألعبوا هناك نططوا. يا سلام، فمشينا ننطط. كيف؟ لعبنا الجمباز اللي كنا بنشوفه اللي هو بيسموه الهوبة زمان. هذا اللي هو الهوبة. بالله عليك، الله يشوف يا حسام، قلب الهوبة عنده تأثير في المجتمع والسلام. يعني لا بد المدارس انه يعود لها، ولا انت رؤيتك شنو؟ انت دكتور ومتخصص في هذه الاشياء، عوده الرياضه والفن والمسرح للمدارس وتاثير على السلم الاجتماعي. هي طبعا دي من العلوم الانسانيه ومن العلوم المتقدمه ومن العلوم القديمه حتى. نحن بنجد في كل المناطق المتقدمه في الحضاره الرومانيه وغيرها والعثمانيه بنجد مسارح كبيره جدا جدا. في تلك الاوقات كان يعني بتستوعب مئات الالاف، وبيكون في ترويح. حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم مره جاء في احد الاعراس فلقى الناس صامتين، قال لهم بمعنى يعني ليه ما تقولوا اتيناكم ولولا الحبه الصمراء ولم نحل بواديكم. دي بتشبه ام العريس، جينا ليك وجبنا العريس نباك وباركناه ليك. يعني لا بد من المرح والترويح عن الانفس. نعم، لانه يعني الانسان يميل من التقليد، يميل. ولذلك حتى في المنهج التعليمي لا بد ان تكون هنالك فواصل. ده كلام سليم. يعني ما بين حصه الرياضيات،
طوالي يعقوب الرياضة مثلا، يعقوب الفن، يعقوب الحصة الدينية، الموسيقى، الموسيقى حتى. فدي أول حاجة بتمثل أساس لهؤلاء الأطفال، لأنه الطفل الشاطر ما هو الطفل اللي بيجي الأول في المواد، يعني ممكن يكون في طفل عنده استعداد في الجانب الفني، في الجانب الرياضي، فلا بد من تنمية هذه الأشياء الجميلة وغرسها منذ أصل. هي أدوار أدوار كبيرة جدا حتى على منظمات المجتمع المدني، على الأفراد، على المجتمعات، على الحكومة بصورة عامة. في النهاية هي ثقافة، ثقافة بصورة عامة يجب أن تنشر. دكتور وهيب إبراهيم هارون، الناظر والمستشار في العمل الطبيعي، احنا سعيد بك جدا عبر المساحة هذه صباح الشروق، شكرا جميلا لحضورك بيننا اليوم. شكرا، شكرا لكم، وأنا يعني أرجع للتعايش السلمي. وتكون نسخة الختام، لا بد من الجهات المعنية بالاهتمام بقضية حويواء في زي ما قلنا سنار وقضية حمراء، لأنه دي عبارة عن جمر ممكن يشتعل في أي لحظة. نتمنى معاك ونحن بنرسل رسالة للمنطقة اللي أنت ذكرتها، وعلى الأقل عشان تخمد النيران قبل ما تولع يا حسام. كل تأكيد.